In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, the listeners and the students, I'm so glad to see you or meet you again. حبايبي أبنائي الطلاب أنا في قمة السعادة أن أنا بقابلكم في فيديو جديد وده هنا عبارة عن practice about this unit مراجعة عن اليونت بتاعك اللي انت خدته خلال الفترة اللي فاتت هو عبارة عن اختبارات بسيطة ودايما بحب ان انا انوه ووجه نظركم لفكرة ان انا دايما بختار البراكس بتاعي او التدريبات اللي على اليونت دوت من الجرامر او الفوكابلري اللي موجود في كتاب الستودنت بوك او الورك بوك الاكتيفيتي تمام ليه بحيث ان انت يعني تستفيد بشكل كبير من الجرامر او الفوكابلري بتاع اليونت نفسه وتتدرب على نفس او the same practice نفس التدريبات or the same questions نفس الأسئلة من الستودنت او الاكتيفيتي بوك بتاعك ده هيفيدك بشكل اكتر هيبقى عملي ليك اكتر لان ده نفس الجرامر ونفس البراكتس اللي عليه اتمنى من ربنا انها تنال رضاكم واعجابكم بعد رضا ربنا عز وجل وبتمنى منكم الله يبارك فيكم ما تنسناش من اللايك والشير ما تنسناش من التعليقات لان ده بيسرنا وبيسعدنا كتير ربنا يكرمكم سواء كان طلاب المرحلة الاولى او الصف الاول او الصف الثاني او الصف الثالث الثانوي تمام ربنا يبارك فيكم كان معكم مستر عزت فوزي في قناة بوابة الثانوية العامة يلا بينا على التدريبات يلا بينا أبنائي الأعزاء طلاب الثانوية العامة أو الصف الأول الثانوي خصيصا نخلص اليونت 2 والبراكس على الوحدة الثانية وده عن الفوكابولاري وعن محمد صلاح جاب لي مجموعة الكلمات على اليسار أول كلمة generous هنا بعدها famous great intelligent kind and long term وطلب مني complete the sentence with the correct word كمل جمل بالكلمة الصحيحة أول جملة is answered محمد صلاح is a famous footballer who plays for Liverpool Football Club محمد صلاح اختار هنا famous بمعنى مشهور جملة الثانية محمد صلاح gives money to help children in Egypt because it's very وجاب لي space فراغ محمد صلاح بيدي فلوس للأطفال في مصر بيساعدهم عشان هو بيعتبر ايه generous يعتبر generous كريم سخي number 3 many people think he's an كتير من الناس في رأيها ان هو فراغ player because he makes very clever movements ان هو intelligent an intelligent player لاعب ذكي number 4 محمد صلاح has a space agreement to play for his team محمد صلاح has a طبعا نختار هنا كلمة long term agreement to play for his team عقد طويل الأمد عشان يلعب مع الفريق بتاعه number 5 محمد صلاح is a space person هو فراغ شخص he plays well and helps others بيلعب كويس وبيساعد الآخرين هنا طبعا kind person شخص طيب عطوف Number 6, the last one. The people who meet Muhammad Salah says he is a faragh and a friendly person. الناس اللي بتقابله تقوله إنه هو طبعا هنا great and friendly, عظيم وصدوق. كده خلصنا الجزء ده. يلا بينا على الجزء يلا بينا أبنائي الأعزاء على سؤال خاص بالباسيف وبزمن واحد بس هو البريزنت سيمبل وطبعا سؤال هيبقى سهل وبسيط جدا لأن الشكل أو الفورم بتاع البريزنت سيمبل في الباسيف هو أم أو إز أو آر بلس باست بارتيسيبل يبقى بالتالي كل الأنسرز بنفس ديزاين أم أو إز أو آر زائد الباست بارتيسيبل The first one is answered طبعا الأول محلول Number 2 8 space estimate that there are only 20,000 lions in Africa طبعا هتبقى 8 بتاخد is والباست بارتيسيبل من estimate هتبقى estimated يبقى it is estimated number 3 the lion guardness organization is speed located in Kenya طبعا هنا lions organization بالتالي هنا هتبقى is located عشان دي هنا just one organization منظمة واحدة بس فهتبقى is located
Number four, رقم أربعة هنا, the Maasai space teach how to protect their cattle from lions. الماساي دول بيدرسوا إزاي بيحموا الكاتلز القطيع بتاعهم من اللايونز الأسود. طبعا هنا ماساي هتبقى are taught. تمام. Number five, رقم خمسة, بيقول لك هنا the lions space follow every day by the Maasai men. طبعا هنا هتبقى are followed. lions هنا plural جمع, يبقى تاخد هنا are والpast participle من follow هي followed بإضافة الED. Number six, رقم ستة, بيقول لك هنا the information. طبعا المعلومات تعامل كمفرد وبالتالي تاخد is يبقى is والpast participle من send هي sent بالT. is sent. Good. Number seven, رقم سبعة, fewer lions اللي هي أسود قلائل space kill today than in the past thanks to the work of Dr. ليلى هزاع. طبعا هنا lions هتبقى are والpast participle من kill هي killed, يبقى are killed. The last one, آخر واحد, eight, the Maasai houses, منازل Maasai space build by the women of the tribe. المنازل بتبنى بواسطة نساء القبيلة وبالتالي هنا الهاوزز جمع, يبقى هنا ار والباست بارتيسيبل من بيلد هي بيلت بالتي, يبقى ار بيلت. خلصنا السؤال ده, بسيط وسهل. يلا بينا على السؤال اللي بعده. يلا بينا حبايبي الأعزاء لسؤال خاص بكونفرزيشن عن البريزنت, استخدام البريزنت والباست سيمبل. الجملة هنا الكونفرزيشن ما بين فادي ودينا, هنا فادي بيقول لدينا الكويستشن او ذا فيرست وان از انسر, بيقول لها هنا هاي دينا, داد يو دو ذا انجلش هوم ورك فور توداي, عملت واجب النهارده؟ فقالت يس. قالت له يس هاي داد. ذن طبعا الفيرب هنا في الباست في الماضي, فبالتالي هتبقى تكملة عليها, فهتقول هنا ذن watch the documentary about lions, شاهد فيلم وثائقي عن الأسود. Have you heard for Dr. ليلى هزاع, سمعتي عن دكتور ليلى؟ Yes, she lives in Kenya. طبعا ده هنا present, ده هنا مضارع, فبالتالي هتاخد الverb plus s. هنا she lives in Kenya, وقبل الquestion الإجابة عليها أو التكملة السؤال الجزء بتاعها اللي هو الquestion tag doesn't she, رد الدين هنا that's right, صح, she works with the lion guardians, هي بتشتغل مع lion guardians, ودول ايه, they help برضو present, هما بيساعدوا the Maasai to protect their cattle, انهم بيساعدوا المساي في انهم يحافظوا على الكاتل القطيع بتاعهم, and they protect lions at the same time, ويحموا الاسود في نفس الوقت. فادي بيقول لي دي هنا سؤال فراغ, the documentary on TV at 9 PM, هل كان الفيلم الوثائقي, طبعا هنا past من verb to be was a word, documentary بالتالي هيبقى was عشان هنا singular, قالت yes that's right, صح, it was very interesting, كان ممتع جدا. فادي قال لها I space not see, أنا ما شفتوش, طبعا نفي الpast simple, فهتبقى I didn't see, أنا لم أرى. طبعا But I think my father watched it. أعتقد أن أبي شافه. لي because he was telling me, لأنه كان بيخبرني about it in the car, كان بيقول لي عنه في السيارة. My dad really space lions. طبعا والدي حقا بيحب, فبالتالي هتبقى likes بإضافة الاس. وصلنا كده أبنائي الأعزاء لسؤال برضو خاص بالباسف وزمن البريزنت سيمبل, وقلنا إن الشكل البريزنت سيمبل في الباسف هو am أو is أو are plus past participle. يلا بينا على الفيرست كويستشن. The young men محلول طبعا قدامنا are taught, هنا are والpast participle من teach هي taught,
تمام. Number two, local people space gave jobs. طبعا الناس المحليين بيعطى لهم، فبالتالي هنا are given. Number three, the community space encouraged to look after the lions. المجتمع طبعا بيشجع ان احنا نعتني بالاسود، فبالتالي هنا هتبقى في الباسيف is encouraged. Number four, lions space not hunt as much as in the past. الأسود لا يتم اصطيادها زي الماضي. طبعا هنا passive am is were not will past participle. يبقى هنا aren't hunted. السؤال اللي بعده, money space bring into the area by terraces. فلوس بيتم إحضارها بواسطة للمنطقة أو المكان أو الدولة بواسطة السياح طبعا. فطبعا money هنا ده بتعامل معاملة السنجلر المفرد، وبالتالي هتبقى money is will bring هتبقى prout. السؤال الأخير هنا, lions guardians اللي هم المسؤولين عن أو حراس الأسود دول need in other countries. هتبقى هنا passive are needed. Am is are will past participle. كده خلصنا السؤال الخاص بالباسيف عن البريزنت سيمبل. يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ابنائي الاعزاء بيطالب مني بيقول complete the sentence with the correct present or past simple form of the verbs in the box. اكمل بالشكل الصحيح لزمني البريزنت والباست سيمبل داخل الاطار او صندوق بالكلمات اللي داخل الصندوق. الكلمات طبعا على اليسار اللي بالجدول المستطيل الازرق بي اللي هي verb to be سواء present او past. بعدين eat move score talk watch. يلا number one, محمد صلاح اختار هنا scores a lot of goals بيحرز كتير من الاهداف وضاف له هنا الاس. number two, In 2017 في 2017 my parents space to Luxor. طبعا هنا هتبقى في 2017 انتقلوا خلاص، وبالتالي past move هتبقى moved to Luxor. Number three, how often is space you فراغ fruit and vegetables. طبعا ده سؤال في present هتبقى do you eat. في الفراغ الأول do والتاني هنختار كلمة eat. Number four, أربعة, I always do, أنا دائما do my homework بعمل الواجب بتاع before I space television. طبعا before I watch television قبل ما شاهد التلفزيون برضو the present simple. Number five, there is peace thousands of people at the football stadium today. كان في كتير من آلاف من الناس داخل استاد بالأمس. طبعا هنا هتبقى where الباست من verb to be هتبقى where في البلورال في الجمع. The last one, the TV presenter اللي بيعرض في التلفزيون space to her viewers. دي هنا بنت بتعرض للمشاهدين بتوعها in a very friendly way بطريقة ودية أو حميمة. طبعا هنا كانت بتتكلم يا إما talks يا إما talked اللي تنصح، يعني لو جبتها present أو past اللي تنصح لأن مش محدد keyword دل على الزمن، فتبقى present talks بالS أو talked بالED في الباست. كده خلصت السؤال ده، تابعنا للسؤال اللي بعده. وصلنا أبنائي الأعزاء للديالوج، والديالوج برضو خاص بالpresent والpassable. كل اليونت براكتس على الزمنين دول. يلا نشوف هنا الquestions. أول سؤال محلول كريم ومام. كريم وأمه بتقول له هنا I'm bored. هو بيقول لمامته I'm bored، أنا حاسس بالملل. All my friends are away. كل أصحابي في on holiday في أجازة. And I اختار طبعا have nothing to do، ما عنديش حاجة أعملها. فقلت له هنا Well, why is peace you do sport؟ ليه ما تعملش رياضة or do some work helping in the town، أو تعمل شيء تساعد بي في المدينة. يبقى why don't، ليه أنت ما تعملش كذا وكذا. فطبعا هنا present why don't. فرد عليها كريم قال لها هنا that's a good idea، فكرة كويسة. do you، هل انت فراغ. what I could do، do you know، واختار الاولى الاجابة الاولى no، انت عارفة ايه اللي انا ممكن اعمله. فردت عليه هنا مامته هنا
do you know what I could do? فقالت له هنا your cousin space at the community. ابن عمك فراغ في الكوميونيتي سنتر last summer الصيف اللي فات ساعد فبالتالي مش helps هتبقى helped الباست الماضي. Do you فراغ هل تتذكر فبالتالي هتبقى do you remember انت فاكر او هل تتذكر تفتكر فكريم قال لها فراغ هي انجويت هل استمتع سؤال في الماضي فبالتالي اختار كلمة did did فاعل مصدر امه قالت yes and he فراغ lots of new friends وهو كون كتير من الاصدقاء and he made كون كثير من الاصدقاء وبتقول له بعدها I هنا know طبعا هتختار هنا كلمة know أنا أعلم that they have basketball games إن عندهم ألعاب للباسكتبول games السلة there هناك and you are really good وانت بالفعل جيد جدا في لعبة الباسكتبول why don't you space and teach basketball ليه ما تروحش وتعلم تدرس السلة عندهم يبقى why don't you go ليه ما تروحش وتدرس السلة فرد كريم قال لها that's an idea دي فكرة برضو I always أنا كنت دائما أحب شوف هنا في الباص في الماضي I always love ولا loved sports at primary school شوف هنا في أيام ابتدائي مدارس الابتدائي and I like kids وبحب الأطفال فطبعا هنا كلمة loved كده لأن هو بيقول إن أنا كنت بحب الرياضات أو الرياضة بوجه عام في فترة البرايمري الابتدائي يبقى اختار كلمة loved عشان هنا past ده كان حبايبي أبنائي الأعزاء آخر question معانا في البراكتس عن اليونت 2 الوحدة التانية أتمنى يكون عجبكم وفهمتوه بشكل بسيط وسهل ربنا يبارك فيكم ويوفقكم منتظركم في اليونت 3 الوحدة التالتة شكل بسيط وسهل جدا أتمنى أن أنتم ما تحرموناش من اللايك والشير وربنا يوفقكم ويبارك فيكم كان معكم استاذ عزت قناة بوابة الثانوية العامة السلام عليكم